أنا لا أعصي الله ودائما في مراقبة نفسي. تعرف ما معنى مراقبة نفسك؟ مراقبة نفسك حتى فكرك من نفسك. فهل أنت فكرك طبعا؟ فكرك، لأن إذا طبعا فكرك ابتعد عن قرب ربي، وفكرك طبعا فكرت فيما أذيت به نفسك أو غيرك، فهذه تعد وسوسة من الشيطان. والفكر طبعا الذي لا يقتضي الوسوسة من الشيطان هو الفكر النوراني، أما الذي سيطرت عليه شيء من الوسوسة وشيء من حركة الشيطان فهذا فكر ظلماني. إذن كيفما وقعت وكيفما أسقطت الآية إلا أظهرت نفسك لنفسك بأنك من أهل البعد، فما عليك إما أن تعترف وتستغفر وتعود وتتوب قبل فوات الأوان، وتبحث وتعود تجديد أمرك مع الله ليس مع غيره، مع الله، تعود إلى حضرة المولى سبحانه عز وجل فتقول يا ربي دلني على من يقربني ومن يعلمني ومن يكون واسطة لي في سلوكي وفي سيري حتى أتعرف على حقيقة نفسي وعلى غيب ملكي الذي أنا خلقتني فيه وعلى نبأ أسمائك يا أكرم الأكرمين، فأعبدك يا ربي كما ترضى أنت أن تعبد.